نقول حاجة كمان في الصلاة، قول. دايما القرآن الكريم لما يلفت نظرنا إلى الصلاة، القرآن ادانا مفتاح يا أستاذ دعاء. هتتعجب دلوقتي إن أقول لك الصلاة مفتاح السعادة في البيوت ومفتاح الاستقرار. الصلاة هتقلل، هتستعجبوا دلوقتي لما أقول لك هتقلل نسبة الطلاق وتقلل نسبة المشاكل في البيوت بين الزوج والزوجة. بتتكلم جد؟ آه. في سورة البقرة يا فندم ربنا يتكلم عن الطلاق والوالدات يرضعن وعن العدة والطلاق مرتان فإن طلقها مش عارف إيه، صح كده؟ والذين توفنا منكم وزرنا أزواجا يتربصنا، كل ده إيه؟ عدة وطلاق ورضاع ومشاكل ومحاكم وقصص. في وسط آيات الطلاق، في وسط الهيصة والهم ده، يقول ايه؟ ربنا يقول إيه في القرآن؟ يقول حافظوا على الصلوات والصلاة والصلاة الوسطى الوسطى وقوموا لله قانتين. قانتين. طيب طب يا رب كده الطلاق خلص؟ قال لك لا، والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا، دخل برضه في الطلاق والعده والوفاه بس الله في النص في دي. النص دي ليه بقى؟ عشان يقول لك عايز تخلص من الحوار ده كله وبيتك يهدى وبيتك ينضبط وزوجتك تبقى حبيبتك وانت تبقى حبيبها وعيالك ربنا يهديهم. اه صلوا. شوف شوف ربنا جاب في وسط في وسط مشاكل البيت والمشاكل الزوجيه يقول ايه؟ حافظوا على الصلوات والصلاه الوسطى. وما قالش برضه هنا اقيموا بقى، قال حافظوا. برضه نربطها بقى على ايه؟ يحافظون. يعني دايما خلي صلاتك في بيتك النوافل وقيام الليل، دايما بقول لك اجعل من صلاتك لبيتك من صلاتك حظا عشان ما تبقاش مقبره. قبل ما تنام اتوضى وصلي انت ومراتك واولادك ولو ركعتين. هتبص يا فندم هتغير الحياه تماما.